شوفت النفس الزايدة ما لها داعي. في بداياتي بالميك اب كان عندي حج سهرة مجموعة، فأول ما وصلت للمكان اكتشفت أن المجموعة هذول خوات عروس. كنت أسولف مع الأولى ونسولف وناخذ نعطي في الميك اب. سألتها مين بيحط للعروس الميك اب؟ قالت فلانة الفلاني، فلان الفلاني ميك اب ارتست معروفة مختصة في العرايس. طبعا أنا وقتها ما كنت أدري أن هي مختصة في العرايس، فسألت زبونتي قلت الله لما حجزتوا معاها كلكم؟ الميك اب حقها حلو بما أن العروس حجزت. قالت لا، رفضت لأن هي مختصة فقط بالعرايس، لذلك إحنا حجزنا معك يا خوات العروس. قلت أوكي حلو، بدينا نشتغل بالأولى، خلصت الأولى خلصت الثانية. بعدها طلعت من الغرفة اللي إحنا نشتغل فيها، ما أذكر ليش طلعت بس إني طلعت. فأول ما طلعت إلا في بوجهي وحدة توها داخل القاعة، البنت جميلة تبارك الرحمن، ابتسامتها تجنن، مبسوطة مروقة معها كوب قهوتها وتسحب شنطتها، واضح إنها ميك اب آرتست. اهلا شخبارك كيف حالك؟ رديت السلام شخبارك، ضحكنا انبسطنا مع بعض. قالت انتي فلانة اللي هي اخت العروس؟ قلت لا. قالت اجل انتي عروستي فلانة؟ قلت لا. الله يهديك هذا وجه عروسة. قلت لا، انا الميك اب ارتست غادة الهذلول وانا ماسكة مرافقات عروستك. اقول لها الكلام وانا مرة مبسوطة كذا ابتسم لها، ابتسامتها اختفت، قلبها حتى قلبها قلب 180 درجة، وجهها قلب 180 درجة، كل شيء قلب 180 درجة. البنت تغيرت صارت شخصية ثانية. نفست قالت اوكي خير، شق قلبت عيونها ودخلت، سحبت شنطتها ودخلت القاعة. في طاولة كده طويلة، انا حاطة اغراضي هنا، هي حاطة اغراضها هنا، في كرسي هنا، في كرسي هنا، انا اشتغل هنا وهي تشتغل هنا. طول وقت الشغل طبعا كل المجموعة والعروس كانوا يسولفون معاها مبسوطين فيها ان هي معروفة ومشهورة وجاية عندهم وتشتغل، يعني من حبهم لها. وهي كانت طول الوقت مطرمة يعني كذا معصبة، عصبت ان ليش جايبين ميك اب ارتست ثانية. يا مجنونة يا مجنونة، انتي ما اخذتي خوات العروس، اخذتي بس العروس، طبيعي بيحجزون احد غيرك، ما بيجون يحطون لنفسهم هم ميك اب. يعني اول ما دخلتي كانت ابتسامتك وش حلوة وكنتي مروقة، يوم عرفتي ان في ميك اب ارتست ثانية انهبلتي فجأة عصبتي ونفستي، طبيعي بيجيبون غيرك لان انتي رفضتي انك تاخذينهم. المهم لان ميك اب العروس ياخذ وقت، هي كانت بادية بالعيون، خلصت العيون باقي بشرة العروس. بهذه الاثناء انا خلصت واحدة من خوات العروس. العروس لفت على السهرة اللي انا خلصتها، قالت الله ما شاء الله الميك اب حقك حلو. تخيلوا هي تمدح الميك اب حقي، هذه عيونها مو عاجبها اللي بس امدحوني انا بس خلاص يا ماما ما يصير كذا، شغلك يجنن ما شاء الله تبارك الرحمن، يدك تنلف بحرير. انا اقولها لكم شغلها ما حصلش ما شاء الله يجنن، بس مو لهالدرجة اللي بس انا شغلك حلو شغلك زين بس فيها زين منك يا ماما، هدي اللعب شوي. المهم ان العروس لفت على الميك اب ارتست قالت الله شوفي روج اختي مرة حلو، ايش رايك نحط نفسه؟ هم بس خلصوا العيون ما بدوا لا بالبشرة ولا الروج. قالت ايش؟ لا ما يناسب عرايس، درجة هذه مرة شينة على العرايس. يا كذابة يا نصابة، ايش دعوة درجة نود على بينك شلون ما تناسب العرايس؟ يعني اوكي انتي ميك اب ارتست وخبيرة ولك في السوق اكثر مني، بس انا برضو ميك اب ارتست وافهم، روج طبيعي نود يلبق مع كل شيء، كل شيء بالحياة لو تحطين ايشادو اخضر صار حلو معه. المهم قالت لها لا مو حلو بحط لك درجة ثانية. قالت اوكي. العروس قالت اوكي انتي يعني خبيرة اكثر وانتي كذا. انا كل شوي احاول اسولف معاها الطف الجو، فلانة ما شاء الله لما تسوي خطوة اقول لها ما شاء الله حلو مدري شلون، تقول شكرا ايش فيك؟ حتى لو كنتي اشهر المشهورات، حتى لو كنتي ان شاء الله لك خبرة 20-30 سنة، معليش الواحد تكون روحه خفيفة مع الناس، الثقل ترى مو بزين، معليش مو بالثقل، شوفت النفس ما هي بزينة. حتى لو أنا وأنتي في نفس المجال وبيننا منافسة، حلو الواحد تكون أخلاقها زينة مع الكل. المهم استمرت على هذا المنوال، أسلوبها مع عروستها كويس وأنا خوات العروس ترد علينا من طرف خشمها وكأنها ما تبي تسولف معانا. يعني أوكي ترى أنا ماني ميت على السوالف معك، بس إني قاعدة أحاول ألطف الجو لأن حسيت في كهرباء، في كهرباء كثيرة. بالأخير بيني وبين نفسي قلت غادة أشتري راحة نفسك مالك دخل فيها، هذه واضح النامي بصاحية. سكت، سكرنا الموضوع. احنا كميك اب ارتست بعض الاوقات لما يكون عندنا اكثر من حجز باليوم ممكن وتحدث كثير ان ننسى غرض عند زبونة او يطيح شيء عند زبونة. فهي كان عندها عروس قبل العروسة حقتي، نست المقص حقها عند العروسة الاولى، مقص الرموش، فتدور باغراضها تقول يا الله المقص وين، يا الله
معليش ممكن تشوفين هنا في مقص للعروس، كانت العروس جنبها وهم يدورون المقص. قمت انا اخذت المقص حقي وعطيتها، قلت عادي الله اكبر ترى كلها مقص استخدمي حقي. والله العظيم ناظرت لي بطرف عين، سحبت المقص، قصت الرمشة، ركبتها بدون شكرا، بدون يعطيك اوكي انا ما سويتها عشان تشكريني، بس شوي اخلاق شوي ادب واحترام. خلصت، حتى المقص ما عطتني اياه بيدي، انا واقفه اللي خلاص اذا خلصت اعطيني اياه بيدي كذا، لفت اعطتني كتفه وحطت المقص على الطاوله. ايش فيك يا حبيبتي معصومه هاشم؟ انت ميك اب باي ماريو نوره بعوض، هدي اللعب شوي. المهم خلصت شغلي، لميت اغراضي وطلعت، وطول الطريق وانا راجع البيت كنت اقول يا رب يا كريم اذا بيوم من الايام انشهرت وصارت لي سمعه كبيره اني ما اصير بهذه الاخلاق الشينه. على عكس هذه الإنسانة، بعدها بفترة قابلت ميك اب ارتست في استوديو، كان عندها جلسة تصوير واحنا كنا جايين عشان جلسة تصوير. الميك اب ارتست هذه اسمها اريج ابراهيم، عسل عسل عسل، اخلاق اخلاق، إنسانة طيبة تعطيك من قلبها. اول ما عرفت ان انا مبتدئة جلست تعطيني نصايح 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 كأنها امي، نصايح فعلا انا كنت احتاج اني انا اسمعها في هذا المجال. اعتقد ان هي ناسية هذا الموضوع او ممكن ما تتذكرني ولا تدري عني، بس فعلا يعني كذا شيء بالقلب عجزت اعبر، مع انها كانت يعني قديمة في المجال وخبيرة عرايس ولها اسمها في السوق، ما جلست وقالت انا فلانة الفلاني ما ارد على احد، انا فلانة الفلاني اذا شفت ميك اب ارتست ثانية اكسر مجاذيفها، انا فلانة الفلاني انا فلانة الفلاني باي. قبل الباي ايش رايكم بالموضوع؟ وهل قد قابلتوا ميك اب ارتست زي كذا؟ وهل فعلا الناس اللي يكونون في نفس المجال ما يدعمون بعض؟ وش المشكله اذا دعمنا بعض؟ انت رزقتك غير وانا رزقتي غير، انت ربي بيفتح لك باب غير الباب اللي بيفتح لي اياه، ترى الدنيا مليانه ناس مليانه رزق موزع بكل مكان، فخلونا نكون كتكوتين مع بعض. باي.